السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كريم جمال الدين من البرنامج الرياضي آبار كريم، واللي هنتكلم فيه بعيدا عن كرة القدم. قلنا كثير وقليل ان احنا دايما هيكون لينا فقرة بعيدة عن كرة القدم وموجودة في كل الرياضات الاخرى، والنهاردة هنتكلم عن لعبة كرة اليد اللي المنتخب المصري دايما بيشرفنا فيها هي الاخرى، وعندنا فرق كتير بيتشرفنا في هذه البطولات اللي بتشارك فيها سواء العربية او الافريقية او العالمية. ومن ضمن هذه البطولات البطولة اللي بيشارك فيها نادي الزمالك في الفترة اللي جاية، اللي نادي الزمالك بيلعب عشان يتأهل إلى مونديال الأندية لكرة اليد، واحتمال يكون في مواجهة مقررة في طريق نادي الزمالك. فخليكم معانا لغاية آخر الفيديو عشان تعرفوا تفاصيل هذا الخبر اللي بيتكلم عن استعدادات نادي الزمالك بمباريات جدية للوصول إلى المباراة النهائية في البطولة العربية، ومن ثم الوصول إلى مونديال الأندية. اتجه فريق نادي الزمالك لكرة اليد للمشاركة في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس المقامة حاليا في تونس، والمؤهلة لكأس العالم للأندية لكرة اليد اللي هي بيسموها السوبر جلوب، والمقرر إقامتها في السعودية في شهر أكتوبر القادم إن شاء الله. وبيشارك نادي الزمالك في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس المؤهلة لكأس العالم للأندية لكرة اليد السوبر جلوب 2022، المقرر إقامته زي ما قلنا في السعودية عشان يكون قدام نادي الزمالك فرصة تانية بعد خسارته أمام النادي الأهلي في السوبر الأفريقي، واللي برضو بتؤهل إلى السوبر جلوب. كما يأمل فريق الزمالك أيضا في الفوز بالبطولة العربية للأندية للمرة التانية في تاريخه بعد الفوز الأول في عام 1999. وبعد ما أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد في بيان ليه في شهر يونيو اللي فات ان بعد الاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى ان هيشارك بطل النسخة الحالية المقامة حاليا في تونس في السوبر جلوب 2022، كما ان بطل السوبر العربي 2023 هيشارك في النسخة اللي جاية من كأس العالم للأندية السوبر جلوب 2023. ودلوقتي هنستعرض طريق نادي الزمالك نحو التأهل لكأس العالم للأندية لكرة اليد. بعد ما حقق الزمالك 3 انتصارات في جميع مبارياته اللي خاضها في الدور الاول في المجموعة الثانية على كل من الترجي والكويت الكويتي ثم مولودية الجزائر، عشان ينهي الفريق مشواره في دور المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط متصدر المجموعة بتاعته، وضمن نادي الزمالك تصدره للمجموعة الثانية بالتأهل إلى النصف النهائي بالبطولة العربية من غير ما يخوض مباراة دور الثمانية أمام فريق أمل إسكيكدة الجزائري لأنه انسحب من البطولة، وبالتالي اعتبار فريق نادي الزمالك فائز بالمباراة بنتيجة 10-0 كما حدث في الدور الأول من البطولة وفقا للائحة بتاعت المسابقات بتاعت الاتحاد العربي. ويلتقي نادي الزمالك في نصف النهائي
من بطولة العرب لكرة اليد مع الفائز من المباراة اللي بتجمع ما بين الشارقة والكويت الكويتي. ولو عبر نادي الزمالك المباراة بتاعة نصف النهائي هيصل إلى نهائي البطولة العربية اللي هيلتقي فيها النهائي مع الفائز من الطريق الآخر، واللي هيجمع ما بين الفائز من الأفريقي التونسي ومولودية الجزائر مع الفائز من المباراة الثانية واللي بتجمع ما بين الترجي والسالمية الكويتي. وهتقام المباراة النهائية للبطولة العربية لكرة اليد والمؤهلة إلى السوبر جلوب 2022 يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله، يوم 27 سبتمبر الجاري، على صالة الحمامات بتونس. وجدير بالذكر ان بلغ عدد المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد اللي هي السوبر جلوب 2022 12 فريق، واللي هم الأهلي بطل السوبر الأفريقي، وبرشلونة بطل دوري أبطال أوروبا، يوبورغ الألماني حامل لقب السوبر جلوب 2021، والكويت الكويتي بطل آسيا، ونادي مينار يستروس ممثل جزر الكاريبي، وفريق توباتي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية والوسطى، وفريق جامعة سيدني ممثل قارة أوكاسونيا، وكل من نادي مضر والخليج. وقام الاتحاد الدولي لكرة اليد بمنح كل من كيلسي البولندي وبنفيكا البرتغالي بطاقتين دعوتين للمشاركة في السوبر جلوب 2022 المقرر إقامتها شهر أكتوبر المقبل في الفترة من 18 ل 23 أكتوبر. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا اللي كان بيتكلم عن طريق نادي الزمالك للتأهل إلى مونديال الأندية واحتمالية مواجهة مكررة في طريق نادي الزمالك. وبكده يكون خلص في الفيديو بتاعنا النهاردة اللي بنتمنى الفوز لنادي الزمالك في المباراة نصف النهائي والوصول إلى النهائي والوصول في النهاية إلى كأس العالم للأندية السوبر جلوب 2022. تحياتنا لكل الزملكاوية ونتمنى لهم التوفيق في البطولة دي. مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين.